وعبد الرحمن الحواصي فهو ملتزم بالحجر الصحي لأقصى الدرجات، وتنخرج إلا الضرورة، تنبقى في المنزل ديالي أطول وقت ممكن، تنستيقظ في الصباح، تنحاول شوية نخدم على الوليد ديالي بحكم صغر السن ديالو، شوية ديال الكولورياج، شوية ديال الكريتور، بعد إذا كان شي حاجة اللي نعاون في الدار، ولا إذا كانت شي حاجة اللي فعلا تخليني أنني نخرج لها اللي غتكون ضرورية بزاف ونحتاجها في المنزل ديالنا. سينون تتكون حصص تدريبية يومية مع الطاقم التقني تحت إشراف المعيد البدني، وبالليل فين بما أن هذا هو شهر ديال الغفران وشهر العبادة، فتنحاول ما أمكن أن نلتزمه بقراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات اللي افتقدناها بكل صراحة في المساجد ديال المملكة ديالنا. التدريب في المنزل ما غنكذبوش ما غتغطيش يعني نسبة مئوية كبيرة من اللياقة البدنية اللي يحتاجها لاعب في البطولة الاحترافية، حكم أن كاين فرق كبير ما بين التدرب في الملعب والتدرب في المنزل. قضيت فترات جميلة مع مجموعة من الأندية الحمد لله، الباساج ديالي في نادي القنيطرة اللي كان ناجح 100%، التوقيع ديالي في التحرر الرباطي والإحراز ديالي معاه لقب البطولة لأول مرة في التاريخ ديالو من بعد 70 سنة ديال التأسيس. وداك السنة في 30 على 30، دونك لعبت 30 مباراة كاملة، ودخلت مع الزملاء ديالي في داك الجيل الذهبي اللي حقق داك البطولة التاريخية في موسمي مع فتح الرباطي. فلعبت 86 مباراة فيها كأس الاتحاد الإفريقي وفيها مباريات البطولة، وصلنا فيها تاني كأس العرش اللي كانت تلعب الذهاب والإياب، ومؤخرا النيل ديالي لجائزة أحسن حارس البطولة الوطنية بقلب مزال فرق حسين تأكدير في موسم 2017-2018. دونك الحمد لله مجموعة من الأشياء الجميلة اللي الواحد يستحق أنه يفتخر بها. أصعب مرحلة عشت في المسار ديال الكروي هي الانتقال ديالي من نادي المكناسي الرجاء البيضاوي، اللي ما خديتش فيه ربع فرصة واللي ما خديتش فيه الحق ديالي، لأن مشيت واحد الفترة اللي صعيبة شوية. رغم ذلك فما دوزتش بزاف مع الرجاء، دوزت فقط مرحلة ديال الإياب ديال الموسم 2011-2012. من بعد الموسم اللي موراه مشيت إعارة الجيش الملكي هاد لسنة واحدة. الاختيارات ديالي في هاد العام ونص لم تكن موفقة، في داك الوقت كان مازال خصني نصبر شي شوية، ولكن كرة القدم الواحد تعلم منها، تعلمت من داك الخطأ، وبالتالي من بعد وليت تندرس اختيارات ديالي بواحد التأني وواحد التركيز أكثر، لأن لعب كرة القدم الكارير ديالو خصو يعرف الوقيتة اللي خصو فيها غير الأجواء، الوقيتة اللي خصو يبقى فيها في الفريق اللي تلعب فيه أكبر عدد ممكن من المباريات. أنا مع العودة ديال البطولة الوطنية إلا كانوا تيشوفو المسؤولين بأن هادشي مغاديش يشكل واحد الخطر ولا واحد الضرر على الصحة ديالنا وصحة الأسر ديالنا والصحة ديال جميع المتداخلين في كرة القدم، رغم أن الدولة مغتشوف غير المصلحة ديال الصالح العام. فعلا حنا توحشنا الأجواء والتداريب والمباريات الرسمية، ولكن كاين الحمد لله بانت بأن كاين هناك أشياء أهم من كرة القدم اللي قدرها الله وشفناها بعينينا. الله يحد الباس، ان شاء الله نهار يشوف المسؤولين بان البطولة الوطنية ممكن ترجع، فاحنا غادي نكونوا فرحانين. في انتظار ذلك فاحنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع ان شاء الله.